علشان ننتقل لمحطتنا التالية، وتحديدا مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية في دمشق. تأسست عام 1962، كانت عبارة عن وحدتين سكنيتين. مع التوسع بأعداد الطلاب المقبلين أصبح من الضروري زيادة الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. أكيد نور، اليوم الجامعة أو المدينة خلينا نقول هي عبارة عن 27 وحدة سكنية موزعة بين تجمع المزة والهمك وتجمع برزة والدراسات العليا. اليوم رح نحكي ضمن فقرتنا الصباحية عن السكن الجامعي، لكن بالبداية خلونا نبارك للدكتور المهندس عباس الصندوق، اليوم تعيينه كمدير الهيئة العامة للمدينة الجامعية. أهلا وسهلا أستاذ. الله يسعد صباحكم. مبروك ان شاء الله، هيك خطوه مباركه، مبدا مبارك الحقيقه. نحن هاي المفروض يقول لكل واحد بيستلم مهام جديده انه يجب ان يقوم بمهامه، وهي ليست تشريفيه وانما هي لتقديم الخدمات، وهي جمله يعني كثير مهمه. كلمه مبروك هي تقال للاعراس والحفلات، اما للعمل مبارك الاداري مبارك هاي الخطوه، هيك لتكون خطوه خير عليك. نرجو من الله انه يساعدنا لحتى نقوم بمهامنا كمان. ان شاء الله يا رب تقدر تقوم بمهامك، نتمنى من الكل يقوم بمهامه. اليوم خلينا نحكي عن الهيئه العامه للمدينه الجامعيه، خلينا نعرف عنا شوي، شو هي القصص اللي بتشتغل فيها؟ مسؤوليات كبيره اليوم تقع على عاتقكم، ونحن عم نشوف يمكن المدينه الجامعيه كل ما باستيعاب طاقات كبيره وعدد من الطلاب، شو هي المهام؟ الغاية الرئيسية من المدينة الجامعية هي تأمين السكن الملائم واللائق للطلاب في جامعة القطر. طبعا كل جامعة لها سكن جامعي، صحيح. والقانون الجديد رقم 29 لصدر أحدث هيئات عامة مستقلة ستقوم بهذه المهمة، لأنه الحقيقة كانت المهمة مناطة بالجامعات. الجامعات دورة تعليمي لها الدور الرئيسي تعليمي، بينما المدينة الجامعية لها دور خدمي، هي أن تقدم الخدمة الملائمة لهؤلاء الطلاب من ناحية السكن وتأمين متطلباتهم في جهة السكن. خلينا نحكي اليوم عن الخطط اللي رح يتم وضعها اليوم. الجامعة تستوعب أكبر عدد من الطلاب داخل السكن الجامعي. الحقيقة هي الواقع اللي نحن نمر فيه، السكن الجامعي القائم حاليا هو اللي إمكانيات الاستيعابية تبعه بحدود 15,000 طالب أو طالبة تقريبا، أو إلى 17,000 طالب وطالبة. بسبب الظروف الراهنة بالقطر زاد الاستيعاب أكثر من ذلك، واضطرينا نأخذ العدد الأكبر، قد يصل إلى أكثر من 20,000 طالب وطالبة. الغاية الرئيسية هي نخفف عبء عن أبناء هذا الوطن لجهة السكن. الحقيقة أنه هذا الموضوع إن شاء الله في خطة مستقبلية طبعا لإنشاء أبنية جامعية جديدة لتأمين سكن للطلبة، ولكن في الظروف الحالية البدايات تبدأ من ترميم وإصلاح الواقع الحالي للسكن، لأنه الأبنية معظمها هي قديمة، صحيح، وبحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل عام. الأولوية الآن هي لترميم هذه الوحدة. وهذا اللي كنت أسألك عنه دكتور، الأولوية للترميم، في مشاكل خدمية كبيرة مثل ما قلت، هو السكن قديم. قبل ما نقول زيادة الاستيعاب عدد أكبر لازم يتم إعادة ترميم وتأهيل للمبنى. عم نحكي عن مشاكل بالكهرباء، مشاكل بالمي، مشاكل بالصيانة. ضمن خطتكم حاطين أولويات مع بداية، إحنا عم نودع عام 2022 وأكيد في خطة لازم تكون مدروسة مع بداية عام 2023، في خطة حاطينا للبداية بهيدا التأهيل؟ تمام. هلا الحقيقة النقطة الأساسية اللي فيها فائدة الحديثة بالقانون الجديد إنه في هناك موارد ذاتية للمدينة الجامعية إضافة للخطة الاستثمارية الموضوعة لها. تمام. يعني في موارد ستكون خارج إطار الخطط الاستثمارية الموضوعة من الدولة، هناك موارد في المدينة الجامعية ستكون مساعدة لتأمين متطلبات السكن الجامعي. الاستثمارات اللي موجودة بالمدينة الجامعية عائداتها حيكون في جزء أكبر منها حيرجع لتأمين متطلبات هذا السكن. هذا الجزء حتما سيساعد في تأمين الخدمات الملائمة. هناك مشاكل كثيرة، هناك حاجة لإعادة تأهيل عدد من الوحدات، هناك من جهة الخدمات كما ذكرتي تراكمات، والازدياد كان في السابق أكثر من هذا العام أو في الأعوام السابقة كانت بسبب الظروف. حضرتك مدير جديد، ما في مسؤولية كبيرة عليك اليوم بالشغل؟ ما في، حتما هذا طبعا مسؤولية. أنا ذكرت بالبداية أنه نحن ما بدنا مباركة، نحن بدنا مساعدة.
الامكانيات اليوم تكون متاحه لحتى تقدر. الامكانيات ما لها متاحه كما يجب بسبب ظروف القطر، ولكن صحيح. بالتعاون الجميع ستكون الامكانيات، على الاقل نقدم الحد المقبول من الخدمه الواجبه. يعني انا ما حقلكم انه نحن سننتقل الى مرحله نشوف السكن الجامعي بعد سنه هو في افضل حال، لا صحيح. ولكن نحتاج الى زمن، وان شاء الله بوضع الخطط كما ذكرت انه هناك خطط اولويه هي ترميم الوحدات، تأمين متطلباتهم، خدماتهم، إضاءة صحية، نعم. مياه، خدمات مناسبة، تدفئة، كل هذه الأمور بحاجة إلى موارد ذات موارد مناسبة تؤمن من خلال إمكانيات، ولكن هذه الإمكانيات بتعرفوا الظرف الدولي عنده إمكانيات معينة لتأمين متطلبات في أولويات. صحيح. طبعاً هن رصدوا موازنة للمدينة الجامعية، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأنا متأكد أنه كل الجهات المعنية هي متعاونة مع هذا الموضوع لأنه بدها الخطوة تنجح، وإلا ما كانوا طلعوا هذا القانون لو ما بدهم هالخطوة أن تكون ناجحة، من إدارة الجامعة للاتحاد الوطني للجهات الإدارية والسياسية والحزبية. أنا بعتقد كله يسعى لإنجاح هذه الخطة. نحن كمان بنسعى اليوم لنشوف الواقع أفضل بالمدينة الجامعية. خلينا نحكي اليوم عن شروط التسجيل داخل السكن الجامعي. شفنا فيما بعد كان في حرمان للمستنفذين فقط، ولكن اليوم عم نشوف الراسبين أيضا محرومين من التسجيل داخل السكن الجامعي. نعرف من حضرتك السبب، هذا الإجراء حيكون مؤقت أو دائم؟ الحقيقه حتتفاجئ يقول لك انه سكننا كل الطلاب المتقدمين بطلب سكن ناجح راسب بكل الكليات. حل. مجلس الاداره السابق قبل احداث هذه الايام كان اصدر قرار باسكان الطلاب الراسبين في الكليات التطبيقيه لانه عندهم خطه عملي، يعني صحيح. عندهم مواد عمليه فهم مضطرين يلتزموا بالدوام. اما الكليات النظريه فكان القرار بعدم اسكانه لانه ما عندهم التزام بالدوام. لكن بسبب الواقع الحقيقي انه صعوبه التنقلات بين المحافظات والمواصلات اتخذ قرار مجلس الاداره الجديد بتكليف اداره المدينه بمتابعه امكانيه تامين اسكان الطلاب. لم يتقدم طالب او طالبه راسب او ناجح الا وقبل بالسكن بالمدينه الجامعيه في هذا العام. طبعا زاد العدد، وانما سنسعى لتامين تخفيض الاعداد الغرف اللي فيها زياده الى غرف فيها اقل بحيث انه يكون العدد مقبول جدا. هذا اللي بدي اسالك عنه، كان في تساؤل كثير عم يكون في عدد كبير بالغرف السكنيه الجامعيه، يعني قبل كنا نشوف طالبين ثلاثه، هلا عم نشوف ست طلاب وسبعه وثمانية. عم يكون في ضيق بالمساحه، عم يكون يعني في ضغط، بس هي مثل ما قلت يمكن جهود كثير كبيره تقع على عاتقكم اليوم لانه في ازمه مثل ما قلنا مواصلات، تكلفه ماديه، واقع معيشي اقتصادي صعب. بدنا نساعد الناس اكيد، يعني هي تعاون جميع الجهات ممكن تتعاون معكم يكون في مساعده اكبر هون. كيف رح يكون الحل؟ هلا في عندي نقطتين بدي احكي فيهم. النقطه الاولى اللي بدي احكي فيها انه بعد انجاز الاسكان اللي هلا نحن بلشنا اجراء اسمه مطابقه على الواقع السكني، حنشوف وين في عندنا غرف فيها عدد اقل من الطلاب اللي كان مقرره، حننقل من الغرف اللي فيها اعداد زياده لهذه الغرف بحيث انه يكون شيء واقعي. عندنا غرف بالوحدات السكنيه كبيره تتسع لعدد سته وسبعه طلاب بشكل مريح، وفي وحدات لا تتسع لاكثر من ثلاثه صحيح. اسره، فنحن مضطرين ناخذ بهذا الاجراء ضمن هذه الخطه الاستيعابيه. يعني بيقولوا في سته او سبعه، انا زرت الغرف من كوني جديد، ففي غرفه اللي قاعدين فيها سبعه هي مناسبه لسبعه، مساحتها كبيره، مساحتها كبيره، يعني غرفه مناسبه. هلا ما بدي اقول لكم هي مثاليه، لا ما لها مثاليه، طبعا عدد كبير سبعه يجب ان يكون اقل من ذلك، ولكن كما ذكرت في الظروف الحاليه نحن ما عم نقول اوتيل خمس نجوم، نحن عم نقول ابسط المقومات الخدميه إن شاء الله. فقط. والشيء الثاني اللي بدي احكي فيه انه نحن الطلاب عاده ما بيكونوا متواجدين كلهم بنفس الوقت، صحيح، يعني في بعض الطلاب أفرع. مثلا الراسبين، انا سكنت الطلاب الراسبين في هذا العام بناء على قرار مجلس الاداره، اسكانهم معظمهم انه في جزء منهم بيسافروا بيجوا بيداوموا يوم او يومين بالاسبوع، وهناك تبادل بين الطلاب، فما حيكون الازدحام الكبير بالغرف. وبرجع بقول لك حنعيد نظر بالغرف اللي فيها اعداد زياده، نحاول ننقله ان شاء الله. وفي عندنا بعض الغرف، انا يعني اعطوني قوائم جديده بالامس بعد ما انجزنا السكن كاملا، هناك امكانيه للمساعده في هذه المساله لتخفيض العدد لاقل عدد متاح. يعني هذه النقطتين التي يجب ان ننظر اليها. هلا هي السنه يعني استثنائي اليوم القرار الراسبين والمستنفذين، او ممكن نشوفها التجربه مكرره بكل السنوات؟ ان شاء الله نحن حيكون الموضوع قائم بشكل دائم، التعاون مع كل الجهات. الحقيقه كان في بعض النقاط اللي هي كانت بعض الحالات الخاصه
اللي قد لا تجعل إمكانية استيعاب كل الطلاب. الآن في عنا إمكانية للاستيعاب كما ذكرت، هن زيادة على العدد طبعا. سنعالجها بشكل ملائم إن شاء الله، ومعلش يتحملوا الطلاب بعض البعض يعني الفترة، لأنه الحقيقة الظروف الاستثنائية بالبلد تستدعي أن نحن أنه كلنا نتحمل مع بعضنا البعض ونكون بحالة استثنائية بما فيهم الطلبة. خلينا نحكي اليوم عن المدينة الجامعية، تحولت لهيئة مستقلة، خلينا نحكي عن الهدف من هاي التجربة أو الحقيقة أنه الواقع أنا ذكرت بالبداية أنه عندما تكون الجهة المناط إليها إدارة المدينة الجامعية هي جهة ذات اختصاص معين، من الصعوبة بمكان أن تقوم بأكثر من مهمة. الجامعة لم تقصر بالمدينة الجامعية، وإلا ما بنت هالوحدات السكنية الكثيرة وأمنت متطلباتها وأمنت خدماتها، لكن مع الازدياد ومع الواقع الجديد أصبح هناك ضرورة لنقل هذه المسألة إلى جهة محددة، إنه خاصة مهمة بسبب زيادة المهام. صحيح. مهمة المدينة الجامعية هي خدمية واقعية، هي تأمين إسكان الطلاب، تأمين خدماتهم، تأمين متطلباتهم، تأمين كل الأمور الخاصة بهم. يعني هناك مثلا الخدمات على أبسط مثال، المياه، المياه الساخنة، التدفئة، الكهرباء كما ذكرت، الأكل، الشرب، المنامة المناسبة، الخبز، يعني كل هذه الأمور هي كلها خدمية. طبعا عندما تناط بالجامعة ستكون مرهقة إليها إضافة لأعمالها وأعباء الكبيرة. لذلك وقت اللي نحن صدر القانون الجديد كان في تفاؤل كبير كتير بأنه هذا العمل سيجعل هناك إمكانية لتطوير واقع السكن الجامعي وتحسين واقعه، لأنه ستكون هي جهة خدمية مستقلة، مواردها الذاتية تعود إليها، يؤمن جزء من الخطط الاستثمارية للدولة صرف على خدمات المدينة إضافة للموارد الذاتية الموجودة فيها لحتى تتساعد وتأمن متطلباتها وتحسن من واقعها. طبعا هذا يحتاج إلى زمن، أنا ما عم أقول نحن خلال، برجع بعيد، ما هنقول خلال سنة أو أي، لكن أعتقد أنه إن شاء الله ستكون في الأعوام القادمة وضوح بهذا الإجراء ووضوح بتحسين خدمات في المدينة. شو الخدمات اليوم اللي قادرة المدينة الجامعية تقدمها للطلاب؟ هلأ لأنه كتير إجانا استفسارات من الطلاب أنه ما في كتير خدمات، لا الخدمات معدومة فعليا، شو الخدمات اللي تقدم اليوم ضمن السكن الجامعي في المدينة الجامعية؟ خلينا نقول الناحية الأساسية هي المنامة، الناحية الثانية تأمين الكهرباء والتدفئة والمياه الباردة أو الساخنة. طبعا طبعا اليوم بسبب الظروف الحالية نحن بنعرف أنه قد لا يتم تأمين المياه الدافئة أو لا يتم تأمين التدفئة المناسبة. اليوم ببيوتنا ما أمان الواحد يحكي كمان يعني واقع له أو عليه يعني. هذا الموضوع كمان كانت الأمور وقت اللي عم تجي للجامعة المحروقات عم تجي تتوزع على كليات الجامعة، يعني المدينة جزء من هذه الجامعة. صحيح. هلأ اليوم حتكون هي جهة مستقلة ستؤمن متطلباتها بشكل مستقل، لكن حاولوا الجامعة الحقيقة مشكورة أنه أمنت طاقة شمسية لمعظم الوحدات السكنية. صحيح. فهناك مياه ساخنة من الإشعاع الشمسي بشكل دائم تقريبا لكل معظم الوحدات، أنا ما بدي أقول كل الوحدات لأنه في بعض الوحدات لا زال هناك تأمين متطلباتها، هي بتساعد على أنه تأمين مياه الساخنة. هلأ هي واحدة من الأمور اللي عم نقول نحن، الإضاءة قد يكون في مشاكل إن شاء الله نحن ستعالج بشكل مناسب، وبالخطة حطينا بخطتنا شو الإجراءات اللي بدنا نساويها وسنتعاون مع الجهات الاختصاصية لتأمين ذلك. هلأ إضافة إلى ذلك هناك أكشاك، هناك مطاعم. صحيح. هناك إمكانية فرن بالمدينة الجامعية، نحن الميزة اللي موجودة عندنا هي وجود فرن بالمدينة الجامعية تؤمن الخبز للطلاب. كل أمورهم الخاصة اللي ممكن يشتروها من فواكه من خضار كلها موجودة في المدينة الجامعية، سنسعى لمساعدتهم بأن تكون الأسعار ملائمة للطلبة إن شاء الله. إن شاء الله هذا سيكون ضمن خطتنا إن شاء الله بالتعاون مع الطلبة ومع الآخرين إن شاء الله. شكرا دكتور لوجودك اليوم، وبنتمنى لك التوفيق بالتعيين الجديد، هيك نشوف بوجودك في خطوات جدية على الواقع بالسكن الجامعي، وبالتوفيق أكيد لكل طلابنا. مثل ما قلنا اليوم نحن بظرف مفروض نتحمل بعض، نتحمل الظروف. شكرا لكم. أكيد نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، ويا رب تقدر فعليا مثل ما قلت بداية حديثك تقوم بجميع المهام اللي بتقدر عليها ضمن المنصب الجديد. نتمنى من الكل يقوم بمهامه الفعلية اليوم على أرض الواقع. شكرا كثير لك. شكرا. أما هلأ رشا